يعني عايز اعرف راي حضرتك في العقوبه اللي اصدرها مجلس اداره النادي الاهلي على بوتريكا. النادي الاهلي نادي كبير، نادي عريق، ماشي على اسس وعلى مبادئ وعلى لوائح، ودايما النادي الاهلي في لوائحه بيحط العقوبه اذا جاز التسميه ان احنا بنسميها عقوبه تساوي الحدث اللي تم من لاعب او من اداري او من مدرب بالحجم المناسب للفعل نفسه. فطبعا انا ما اعرفش لوائح النادي الاهلي بتنص على ايه، لكن واضح انها عقوبه طبعا مش قليله، يعني انك بتخصم من لاعب نص مليون جنيه كناحيه ماديه، ايقاف شهرين او حرمان اللاعب من ان هو يمارس الكوره بشكل هو بيحبه. النادي الاهلي بيضحي او بيستغني في خلال شهرين عن مجهود وعن موهبة وخدمات ابو تريكة، ده طبعا قرار ما هواش سهل، والنادي الاهلي داخل على معترك كبير، عنده مباراة مع نادي الزمالك في البطولة الافريقية، بعد كده عنده المربع الذهبي في البطولة الأفريقية، فممكن كل دوت أبو تريكة ما يكونش متواجد فيه، وإذا حتى تواجد بعد شهرين قد يكون مستواه هبط، لأن هو مع أعتقد طبعا أن القرار إيقافه شهرين ده معناه أنه هو مش هيلعب مباريات ودية، معنى أنه ما بيلعبش مباريات ودية يعني مستوى ممكن يهبط، هيتأثر بيه فريق النادي الأهلي في حالة لو حبه يستعينوا بيه، وإذا مش يستعينوا بيه النادي الأهلي هنا عاقب نفسه كمان بحرمانهم من خدمات أبو تريكة. أو النادي الأهلي ما عاقبش أبو تريكة بس، ده عاقب أبو تريكة وعاقب الفرقة بتاعته. أنا ما أقدرش أقول إن أبو تريكة مخطئ، لأن دي وجهة نظر ممكن نقابلها بوجهات نظر أخرى زي ما كلنا بنقول، لكن بدون هجوم، بدون تحقير لموقفه، بدون شتائم زي ما حصل من قنوات للأسف الشديد ومن زملاء كتير على أبو تريكة. يعني دي ملاحظة أرجو أن دايما نكون عمليين وفي صلب المواضيع. فهنا العقوبة على أبو تريكة وعلى النادي الأهلي نفسه.